أزور القاسم بن الحسن عليهم السلام. السلام على القاسم بن الحسن بن علي المضروب هامته، المسلوب لامته، حين نادى الحسين عمه فجلى عليه عمه كالصقر وهو يفحص برجله التراب، والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم قال عز والله: على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك وأنت قتيل جديد، فلا ينفعك هذا، والله يوم كثر غثر أواتره وقل ناصره. جعلني الله معكما يوم جمعكما، وبوأني مبوأكما، ولعن الله قاتلك. عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي.